السلام عليكم وليدات ثالثة إعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفو فيه تمرين مهم جدا باش نزيدو نفهمو مزيان الدرس ديال تيوغيم دو طاليس. دونك ديجا خدمنا ليكزارسيس 7 اللي شفنا فيه كيفاش نطبقو طاليس على هذا الشكل، دابا غادي نخدمو ليكزارسيس 8 اللي غادي نشوفو كيفاش نطبقو فيه طاليس على الشكل اللي كيكون هكا. وحتى هذا الشكل راه مهم جدا، كيتحط بزاف في الامتحان المحلي وكيتحط في الفروض، دونك خصكم تفهموه مزيان وتعرفوا تطبقوا فيه طاليس. دونك ليكزارسيس 8 في لاباج 113 من الكتاب ديال ايتان سلمات. دونك اون كونسيدير لا فيغور سي دوسو، كيقصدوا الشكل هذا اللي عندنا هنا، او تي اي عندنا باراليل مع بي كي، تي اي مع بي كي سون باراليل، عطينا بي اس كتساوي 3. دونك اول حاجه غادي نكتبوا هاد المعطيات هنا باش ما نبقاش مره راجع هنا ومره طلع الكاميرا مره هابط. عندي بي اس كتساوي 3، بي اس نكتب هنا 3، عندي اس كي كتساوي 2، اس كي عندنا هنا 2، عندنا اس يو كتساوي 7، وعندنا تي يو كتساوي 5، تي اي 5. دابا مزيان بالكم داكشي هو هذاك واضح جدا. دونك كالكولي تي اس اي بي كي، دونك نطلب منا نحسبوا هاد لا ديستونس تي اس وهاد لا ديستونس بي كي. دونك هنا عندنا الضلع اللي عندنا كامل، عندنا يو اس عندنا اس بي، دونك نقدروا نخرجوا هنا من تي اي نقدروا نحسبوا بها بي كي، و اس كي نقدروا نحسبوا بها اس تي. دونك كيفاش غنطبقوا طاليس؟ دونك اول حاجه غادي ندير لي كونديسيون لي خصهم يكونوا عندنا باش نستعملو طاليس. دو كونديسيون، الكونديسيون الاول هو بي كي عندنا باراليل مع تي اي، والكونديسيون الثانيه هي اس كي ينتمي هو لي بوان تي اس كي باراليل و اي اس بي حتى هما، اولا نقول غير تي اي، تي كتنتمي لا دغوات اس كي و اي كتنتمي لا دغوات اس بي. دونك غادي ندير اون قلنا الشرط الاول هو التوازي تي اي باراليل مع بي كي، والشرط الثاني هو ندير اي كتنتمي الاس بي. هذا راه كيعني ان اي و اس و بي سون اليني، اي تي كتنتمي الاس كي. دابا درت الشروط ديالي وندير دابخي حسب دابخي لو تيوغيم دو طاليس، حسب برهان طاليس تيوغيم دو طاليس اون. دونك شنو هما لي رابور ايكول اللي عندنا؟ عندنا اس اي على اس بي كتساوي اس تي على اس كي كتساوي تي اي على بي كي. دونك دائما الضلع اللي كيكون عندنا كامل كيف ما قلت لكم نحاول نديرو الوسط باش نحاول نحسبهم بجوج في نفس الوقت. دونك كنبدا ب اس تي على اس كي كتساوي اس او على اس بي. دونك بديت ب اس تي ضروري نبدا ب اي، كنبقى في نفس لادغوات في نفس المنحه. دونك بديت ب تي نبدا ب اي، ماشي ندير اس تي على اس كي ونعاود نتبع اس بي على اس ان، كون غادي طالع الفوق شويه نهبط لتحت. لا، دونك بديت بهاد لا دغوات تي ان بقى مكمل بيه، هو اللي كنبدا بيه الفوق هو اللي نكمل بيه. دونك بديت ب اس ان تبع اس تي تبع تي اي، هما اللي يكونوا الفوق. دونك قلنا اس تي، دابا غندير اس اي على اس بي وكتساوي تي اي على بي كي، ما نقلبش تي اي عفوا على بي غادي نعوض. دونك اس تي او تي اس ما عنديش، هي اللي طالبنا نحسبوها تي اس ولا اس تي راه بحال بحال. اس كي عندنا 2، اس او عندنا 7، اس بي عندنا 3، تي او 5، او بي كي طالبين منا نحسبوها، نخليها هكا. دونك دابا بهاد ليكواسيون هادي غادي نقدر نحسب تي اس. لاحظوا عندي ايكواسيون فيها ان كوني واحد اللي هو تي اس، وبهاد ليكواسيون هادي الثانيه غنقدر نحسب بي كي. عندي ايكواسيون فيها ان كوني واحد، دونك نقدر نحسب بها تي. دونك نقسم الورقه ونحاول ندير كل ايكواسيون بوحدها ونحاول نحسبهم في نفس الوقت. دونك كندير اون تي اس سيغ دو
égale 7 sur 3. Et 7 sur 3 égale 5 sur π. Donc, on a pris TS, je n'aurai rien dire. Bris, je vais dire 2 fois 7 sur 3. Donc, 2 fois 7 sur 3. Ou on a pris P. Okay, donc, on va dire 5 fois 3 sur 7. 5 fois 3 sur 7. Donc, TS, je n'aurai pas de ça, oui. جوج في سبعة وربعة عشر على ثلاثة، وهنا خمسة في ثلاثة خمسطاش على سبعة. دونك إلا بغيت نحسبهم بالفاصلة، ربعة عشر على ثلاثة شحال تعطينا؟ دونك أربعة، أربعة في ثلاثة اتناش، غتبقى جوج، جوج غتولي نزيدوها صفر تولي عشرين، عشرين على ثلاثة غادا تعطينا ستة، وغتبقى دائما جوج. دونك ستة 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 مكتقاداش. دونك ناخدو غير جوج من ورا الفاصلة، وهنا خمسطاش على سبعة، دونك غتعطينا جوج فاصلة سبعة، في حين سبعة في خمس، سبعة في جوج ربعطاش، يبقى واحد. عشرة على سبعة غتعطينا واحد، واحد في سبعة غتبقى لنا ثلاثة، ثلاثين على سبعة غتعطينا أربعة. دونك نخليو غير جوج من ورا الفاصلة، دونك جوج فاصلة ربعطاش، ونخليو هاكا. راه هي صحيحة، غير كاين بعض الأساتذة كيقولك لي ديستونس من الأحسن نكتبوهم بالفاصلة، ولكن نتا لكتبتيها هاكا على شكل كسر راه حتى هو جواب صحيح. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان التمرين وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. ما تنساوش الدعم ديالكم مهم بالنسبه لنا، حاولوا تبارطاجيو الفيديو اللي كان وصلوا لكم. الله يجازيكم بخير، اللي شاف الفيديو حتى لدابا يخلي تعليق باش نعرف الناس اللي كيتبعوا معايا الشروحات باش نخدموا ليكزارسيس ويت ان شاء الله نف هو اللي بقى لنا في اقرب وقت. دونك اللي ما عندهمش الكتاب هو التمرين 9. الله يرضي عليكم، حاولوا تخدموه قبل ما نديروا التصحيح ديالو. ها هو اللي ما عنده الكتاب واللي ما عندوش حتى هو يستافد، حتى اللي عنده كتاب اخر ما كيستعملش هذا الكتاب راه غادي يستافد من هاد لي زيكزارسيس اللي كنخدمو. دونك حاول تفهم اي اكزارسيس اللي حتو، سواء ديال هاد الكتاب ولا ديال كتاب اخر، راه كيكونوا تمارين متشابهه. المهم من التمارين هو انك تفهم الدرس باش بلي تحط لك في الفرض ولا تحط لك في الامتحان المحلي تعرف الجواب ديالو. واضح؟ دونك نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من هاد الشروحات. اللي كيستافد يخلي لنا تعليق وبارطاجي مع وحدين اخرين حتى هما يستافدوا. دابا غادي نرتاح شويه وغادي نحاول نسجل لكم التمرين التاسع في اقرب وقت، حين التمرين كذلك مهم جدا اللي غادي نزيدو ناكدوا به ونزيدو نفهموا به جيدا هاد الدرس هذا. تهلاو فراسكم، السلام عليكم.